البلد دي بتعمل كل حاجة كويسة لشعبها، البلد دي بتشتغل ليل ونهار عشان تحقق طموحات رجل يريد ويتمنى وأمنياته إنه يصل لكل مواطن اللي يتمناه، اللي نفسه يعمله، اللي نفسه يعمله للناس. مش كل مرة أقول نفسي، طموحاتي كذا، طموحاتي تريليون، تريليون دولار، 20 تريليون كذا، يعني طموحات، كل واحد طموحات، مش تريليون و 100 مليار، لا تريليون. هو ده انت عايز توصل لفي كام؟ تريليون دولار، 5 10 20، عايز توصل لكام؟ تريليون، مش تريليون جنيه، تريليون دولار. يعني عايز 24 23 تريليون جنيه، مش 2 و4 و6. هي في طموح، في طموح، في طموح. هيجي ازاي الطموح؟ كلام ولا في شغل يعمل يجيب الطموح ده؟ انت النهارده لما تيجي تتكلم على تصدير، واجي اتكلم على صادرات، واجي اتكلم النهارده على تصدير، ما انت بتشتغل على ده. ما خلي بالكم اللي بيتعمل النهارده في قمه المناخ، ما ده شغل، خلي بالكم ده شغل مهم جدا. انت رايح لارقام والشغل اللي انت بتعمله النهارده عشان تصل لارقام تتمناها. توقيع النهارده اللي تم وكان بيتكلم عنه النهارده الدكتور هاله السعيد، واسمعكم كلام الدكتور هاله السعيد مهم قوي، مهم قوي. انا احب حضرتك تعرف المعلومه كويس، محدش يضحك عليك ابدا، محدش يضحك عليك، اوعى حد يضحك عليك. الدكتوره هاله النهارده هاني نحاس بعد التوقيع قالت لكم الارقام، عملنا ايه النهارده وحكايتني ايه النهارده، وليه قلت لكم مبروك في الاول، وافضل طول الوقت اقول لكم مبروك، وافضل طول الوقت اقول لك خلي بالك، خلي بالك، وخلي بالك انك تبقى شايف الصوره الايجابيه. العالم بيعمل ايه وانت النهارده بتعمل ايه، والعالم كله لسه شغال. انا بكلمك على الدول الكبيره النهارده تتكلم معاك، الدول الكبيره النهارده بتوقع معاك، الشركات الكبرى في العالم بتوقع معاك النهارده. انت المركز، هتبقى المركز ده، المركز ده اللي هيبقى دخل كبير، دخل كبير لينا، فرص عمل كبيره. شوفوا العوائد بقى قد ايه. متابع الدكتور هاله السعيد بتقول ايه؟ لو سمحتوا 83 مليار دولار اليوم مصر اتفاقيات، ما شاء الله. نشوف النهارده الحمد لله يعني يوم الطاقه، ويمكن في انجازات مهمه جدا، لان احنا بنتكلم على يعني حجم كبير من المشروعات. تم توقيع اتفاقيات إطارية ما بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ومجموعة من التحالفات المختلفة من دول كلها شركات كبرى، شركات متعددة الجنسية كبرى، يعني فيها شركات أسترالية وشركات إنجليزية وفرنسية ونرويجية، فعدد كبير جدا من وسعودية وإماراتية، عدد كبير جدا من الشركات تم التوقيع الاتفاقية معاه. وطبعا طبعا الصندوق السيادي دوره ان هو يبحث في الفرص المتاحه في مصر ويشارك فيها القطاع الخاص كشريك اساسي مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي. الاتفاقيات دي تقدر بحوالي 83 مليار دولار على مدار لغايه 2035 باذن الله، منها 20% اكويتي يعني استثمارات، و80% منها تمويل للمعدات والالات. لهذا المشروعات الهام فيها انها بتصدر، بيبقوا عاملين اوف تيك، تعهد بالتصدير، توطين للصناعات، استثمار اجنبي، فرص عمل لائقه، ففيها فوائد كتير جدا، بنستفيد من كل امكانيات مصر لمثل هذا النوع من المشروعات. شوف الدكتوره هاله السعيد بتقول ايه؟ التوطين الصناعات ده، التصدير، يبقى شوف انت بتتكلم على ايه؟ توطين الصناعه، رئيس مشروع من اهم المشروعات اللي من الحاجات المهمه قوي الرئيس بيشتغل عليها، توطين الصناعه. ده بيعمل لك ايه؟ بصنع حاجتي، بدل ما كل شويه جايبين عمالين نستورد استيراد وفاتوره بتدفع مليارات مليارات مليارات، لا هنعمل هنا، هنوطن هنا، هنعمل حاجتنا، هنصنع حاجتنا، يبقى عندك تكنولوجيا الحديثه، لان كل الشركات اللي داخله معاك كلها شركات حديثه، شركات عملاقه، دول شغاله في هذا المجال. خد الهند بقى، خد امريكا، خد فرنسا، خد النرويج، خد المانيا، دول معاك، المملكة العربية السعودية، خد دولة الإمارات أيضا موجودة، أستراليا موجودة معاك،
شغالين. هو النهارده حصل كده. اليوم كان يوم انجاز كبير، يوم الطاقه النهارده قدام حضرتك اهو. انا النهارده عمال بقول لحضرتك وبتابع النهارده من الصبح وسعيد انه النهارده بنعمل ده، نصل لهذه الارقام النهارده، بنوقع هذه الاتفاقيات النهارده، خلال السنوات اللي جايه يبقى عندنا ايه؟ توطين صناعه، عندنا تصدير، عندي شوفوا قد ايه فرص العمل. بكلمك على 10 مصانع على الاقل، 10 15 مصنع على الاقل بيتعملوا. كام واحد بيشتغلوا؟ وكام واحد هيشتغلوا؟ وكام دخول يعني دخل للناس قد ايه؟ وكام فرصة عمل للناس؟ وحجم الاستيراد اللي اقصد التصدير اللي هيتم. وكمان ان انا بوطن صناعة، صناعات احنا في حاجة ليها.